اهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وكل اقباط مصر في الداخل وفي خارج مصر بكل خير. امبارح والنهارده بنتابع احتفالات الاقباط في كل الكنائس وكنيسه القيامه في القدس باحتفالات عيد القيامه. بالمناسبه دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ اقباط مصر بمناسبه عيد القيامه المجيد، ودون الرئيس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك هذه التدوينة: كل عام وكل اقباط مصر بخير بمناسبه عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته وأن يشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركات والازدهار. رسالة مهمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أقباط مصر في الداخل والخارج، كعادته طبعا بيأكد فيها على وحدة النسيج المجتمعي مسلمين ومسيحيين. ويمكن ظاهر أمام حضراتكم كلنا تابعنا من خلال وسائل التواصل كل المصريين بيهنوا بعض بعيد القيامة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، الكل تبادل التهنئة مع أصدقائه ومع إخوانه الأقباط والمسيحيين بمناسبة عيد القيامة. طبعا بالتالي كمان في بكرة أجازة رسمي كمان اللي هي الاثنين، عيد شم أو مناسبة شم النسيم. المصريين كلها بتنزل تحتفل باليوم ده في الجناين والحدائق والمتنزهات، ويمكن كل الجهات المعنية في هذا الإطار عاملة كل استعداداتها لخروج المواطنين للحدائق والمتنزهات. بمناسبة الرسالة اللي بعت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لإخواتنا الأقباط، لقت ترحيب من الجميع وعلى رأسهم طبعا قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللي أكد فيها أن دي رسالة سلام، وأن السلام عشان يتحقق في المجتمعات وفي الدول لابد من المحبة، والمحبة لها مفاتيح كتير من أهمها هي مفتاح أو هدية الوقت زي ما أشار البابا تودروس. ندي لبعضنا وقت من وقتنا نهني بعض فيه، نفرح كلنا ونصبح كلنا في حالة من التآخي والترابط كما هو معتاد دائما داخل مصر من وحدة النسيج الواحد. فاصل مشاهدينا ونبدأ مع حضراتكم حالا فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني 8 شهور بعد يومين بالضبط 7 مايو هيكون عدى 8 شهور على احتلال أو العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، 8 شهور من العدوان المتواصل، 8 شهور من المفاوضات، 8 شهور من إدخال المساعدات وإنقاذ محاولات إنقاذ أهالينا في قطاع غزة. الأمر بيتسع، رقعة الصراع بتتسع، أصبحنا نجد مظاهرات في الجامعات الأمريكية. يعني المشهد العام السياسي والإنساني ما زال في اضطراب وما زال في تغير كل يوم. الجديد أن في قصف مدفعي متواصل النهاردة كان متوجه أو تحديداً استهدف حي الشجاعية شرق غزة، وكان في أنباء عن سقوط ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما زلنا بنتكلم كل يوم على مدار 8 شهور اللي فاتوا عن متى ستقف الحرب في غزة. مفاوضات هدنة تمت قبل كده وانتهت، وتم استئناف العدوان مرة أخرى. الأخبار والإحصائيات الشهداء والمصابين بتزيد كل يوم. المجتمع الدولي ما زال بيصرخ لمن لديه ضمير أن تقف هذه الحرب. شمال غزة أصبح في مجاعة تامة، وده طبعا بإعلان الجهات الدولية المعنية. دمرت طائرات الاحتلال الكثير من التجمعات السكنية والمستشفيات والقطاع الطبي. يعني الأمر ليس بجديد، ولكن كل ما هو مستجد فيه هو أمر يدعو إلى الألم والحزن والأسى. احنا معانا على التليفون الأستاذ أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ أمير أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بك بجمهور الكريم. أهلا بك. يعني يبدو وكأن أمد الحرب سيطول. يعني من الصعب قول ذلك، لأنه أيضا هناك احتمالات أن لا يطول حقيقة، وخاصة في هناك تحولات. قطع الاتصال مع الأستاذ أمير مخول، سنعود الاتصال به مرة أخرى. وكان يتحدث عن أن هناك احتمالات ألا يطول أمد الحرب
محتاجين نعرف ما هي هذه الاحتمالات. طبعا الكل في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في سبيل الوصول لاتفاق هدنة وتبادل أسرى ومحتجزين وإيقاف القتال والحرب في قطاع غزة. كل الأنظار كلها تتجه، كان موجود وفد من حماس في القاهرة وتوجه إلى قطر لاستئناف واستكمال المفاوضات، لكن الأخبار التي تأتي دائما من قطاع غزة أو من الجانب الآخر تواصل قوات الاحتلال كل يوم شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، ومجازر دامية بترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين، وبتنفذ للأسف جرائم مروعة في مناطق اللي بتتوغل فيها سواء وسط القطاع أو في جنوب القطاع، وده طبعا في وجود وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان أهالينا في قطاع غزة. طبعا هي المخيمات أصبحت هي الملجأ الوحيد ليهم، وأصبحت ربما تكون غير آمنة مع نقصان المواد الأساسية، واللي مصر دايما بتحاول تزود نسبة وكمية المساعدات اللي طلع من خلال معبر رفح المصري لأهلنا في غزة. طائرات الاحتلال على سبيل المثال دمرت مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة ضمن موجة العدوان المستمرة وضمن سياسة التدمير الشاملة اللي بينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حرق الأرض بما عليها ومن عليها. يعني أصبحت غزة يعني حتى تعود لتكون منطقة آهلة للسكان ده محتاج مجهود دولي كبير جدا حتى تعود هذه البقعة إلى ما كانت عليه قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي. لكن دورنا أن احنا دايما نكون بنسلط الضوء على كل ما هو مستجد في ما يتعلق بهذا العدوان بكل أبعاده، سواء الأبعاد الدبلوماسية والإنسانية وكل الأبعاد اللي ممكن تكون متعلقة بموضوع العدوان على غزة. دور الإعلام في الحالة دي إن هو بيوضح للناس الحقائق، يعني هو الموضوع اللي بيسيطر على كل وسائل الإعلام في أولها هو موضوع الأحداث في غزة، وخاصة إذا كانت بؤرة الصراع تتسع في بعض الأحيان وبيتم السيطرة عليها في بعض الأحيان الأخرى، سواء بنشوف المجتمع اللي كان رافض الحديث عن ما يحدث في غزة بنلاقي طلبة الجامعات، وده جيل جديد طالع الجامعات الأمريكية، ده جيل نشأ جديد في أمريكا في الولايات المتحدة في الغرب الداعم لإسرائيل بينتفض لما يحدث داخل قطاع غزة، وربما تكون ده تطور جديد لم تشهده القضية الفلسطينية من قبل. من أخبارنا المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة صرح النهاردة بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن في استصدار 98 قرار وزاري لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية عمرانية وخدمية ستقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4232 فدان في المدن الجديدة، منها 19 مشروع في بمدن الجيل الرابع بمساحة 1557 فدان. وأوضح الوزير أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بيعد هو حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة. وأكد دكتور الجزار أن المشروعات دي بتدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وبتوفر أنماط متنوعة من الوحدات السكنية وكمان الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة. احنا معانا علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع والعنوان العريض للموضوع معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. باشمهندس أهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء النور. العنوان بيقول ان الوزاره او هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدرت 98 قرار وزاري من يناير 2024 لحد النهارده فيما يتعلق بالمدن الجديده على مساحه 4232 فدان. خلينا نبدا من الاول،
نوعية التراخيص أو التصريحات أو القرارات دي بهذا المسمى بتعني إيه؟ طبعا هو زي ما سيادتك تفضلت في الخبر وتصريح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان انه هيئه المجتمعات وقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئه، وحضرتك عارف طبعا هيئه المجتمعات هي المسؤوله عن تنفيذ كل المدن الجديده سواء بالاجيال المختلفه الجيل الاول والثاني والثالث وخاصه الجيل الرابع والاخير اللي تم انشاؤه في اخر 10 سنوات. تمام. بيحتوي على حوالي 22 مدينه جديده. فهو كل مدينه بيكون ليها مقومات تنميه وقواعد تنميه وجذب الاستثمارات وجذب الفرص العمل وانشاء المدن السكانيه والتجمعات العمرانيه الجديده. بيستلزم انشاء قرار يعني استصدار القرارات لتخطيط المدينه، هو بيطلع مخطط عام للمدينه في الاساس وبعدين بيبقى فيه مخططات للانشطه الجاذبه للاستثمارات وللسكن والفرص العمل وفرص التنميه. فطبعا سيادتك وتقرير سياده الوزير النهارده بيتكلم عن ان الوتيره بقت سريعه في اتخاذ هذه القرارات للتخطيط والتقسيم وتنشيط واعتماد المخطط العمراني والخدمي اللي بيخلي فرصه نمو المدينه اسرع من العهود السابقه. الاول كنا بنتكلم عن المدينه بتاخد 30 سنه لحد ما نشوف شكل عمراني وتجذب يعني 100,000 نسمه بالكثير 150,000 نسمه. النهارده احنا بنتكلم في اخر 10 سنوات في جذب ال 10 مليون نسمه. ده نتيجة ان في مخطط عمراني متكامل حديث يحتوي على تنوع من الانشطة مثل الانشطة الصناعية والتجارية والخدمات، لانه طبعا حضرتك عوامل جذب للسكان للمدينة بتبقى اول حاجة الخدمات مش بس الوحدة السكنية. بالظبط. الاسرة علشان تتوجه وتقيم في مدينة جديدة محتاجة كل مقومات الحياة من مرافق من بنية تحتية من انشطة تجارية من خدمات تعليمية وخدمات حكومية ودور عبادة وبالاخص كمان فرصه العمل، لان رب الاسره بيدور على فرصه عمل جديده في المدينه. بالزبط. لو كان اسره جديده او شاب جديد بيكون حياته، فبالتالي الفتره الاخيره بما تشهدها من نمو جديد جدا في موضوع العمران والمدن الجديده في اخر يعني الجيل الرابع مدن الجيل الرابع كانت تستلزم وتيره جديده من اتخاذ القرارات والتقسيم وتوزيع الانشطه للمدن علشان تسرع وتيره التنميه. طبعا حضرتك بنتكلم على انشطه بتساعد على التنميه، بمعنى انه المدينه بيكون فيها مقومات، لو كانت مدينه صناعيه زي اكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وغيره وغيره، وزي مدن الصعيد عندنا برضو اقبال كبير جدا على 8 مدن اللي تم انشائهم في الصعيد ما فيهم من مقومات النجاح. كويس. المجتمعات العمرانيه القديمه بيتم توصيلها بطرق للمدن الجديده ومواصلات عامه، وده اللي بيساعد على التنميه ان الناس تنتقل من الوادي الضيق اللي هو اصلا هدف الوزاره الرئيسي ان احنا نطلع من الوادي الضيق ونعيش المدن الجديده. ويمكن كان في اكثر من تصريح لسياده الوزير في الفتره الاخيره بتقرير ان احنا حاليا تم تنميه المدن الجديده بحيث ان احنا شغالين على 13.5% من مساحه مصر بعد ما كنا عايشين على 7% من المساحه التنمويه. طبعا ده نتيجته ان لازم يكون في مقومات للتنميه، فرص استثمار، فرص عمل، فرص تعليم، فرص سكن متنوع بشتى الانواع. يعني بنتكلم على مدن متكامله. مدينه متكامله جاذبه للفرص والاستثمار وللعمل وللسكن. يعني حضرتك بنتكلم على السنه دي بس في اول ربع السنه الاول من يناير لحد ابريل تم استصدار 98 قرار من شانهم انهم ينموا اكثر من 4000 فدان في المدن الجديده. وده رقم مش بسيط يعني. ده رقم مش بسيط وما حصلش قبل كده، لانه زي ما سياده الوزير قال في البيان ان ده حجر الزاويه لتنميه المجتمعات العمرانيه الجديده، بيبدا يعني بدايه التنميه بتبدا من هنا من القرار ده، انه يصدر قرار بالتنميه ويصدر قرار بالتخصيص وبالتقسيم، وبالتالي بيجي رجال الاعمال والمستثمرين يقدموا على قطع الاراضي وبالتالي يبنوا مشروعات جديده اللي من شانها انها تجتذب كل فرص التنميه وفرص السكن لاهالي مصر. طيب اهم المدن بقى المزمع انشائها الفتره اللي جايه في اطار القرارات دي. طبعا حضرتك القرارات دي بتشمل العديد من المدن، يعني اخر شهر بس احنا بنتكلم في حوالي 1700 فدان في 9 قرارات. عندنا مدن زي مدن الساحل الشمالي وطبعا بتجتذب كثير من الفرص التنميه في الفتره الحاليه، وعندنا برضو 4 قرارات في مدن الجيل الرابع من مدن حدائق اكتوبر و6 اكتوبر الجديده وسفنكس الجديده ومدينتين في الصعيد، وعندنا برضو اضافه ل 15 قرار وزاري بتاعات مختلفه في معظم المدن الجديده. هو نتكلم النهارده القرار بيتعلق بمشروع واحد، يعني هو القرار معناه ان في مشروع. القرار معناه ايه يا فندم؟ كويس قوي السؤال ده. القرار ده معناه انه في فرصه استثمار او فرصه تنميه في تخطيط عمراني للمدينه، يعني المدينه بتطلع ليها مخطط بالانشطه، مخطط بالخدمات، مخطط بالاسكان، مخطط بالطرق. بيطلع القرار بتنفيذ هذا المخطط، بيطلع مخطط لقطعه مثلا حوالي 10 فدان كنشاط عمراني،
ويطلع مخطط لقرار لمخطط لأربعة فدان كمنطقة تجارية، ويطلع مخطط لعشر تلاف أو عشرين ألف فدان كمنطقة صناعية، ويطلع مخطط لمدرسة، يطلع مخطط لدور عبادة، يطلع مخطط إذا احنا بنتكلم في عدد من القرارات ده في وقت في ثلاث أربع شهور يعني ده عدد كبير طبعا بالظبط. ده عدد كبير طبعا وده معناه ان في فرص كبير جدا واقبال كبير من المستثمرين. يمكن احنا اشرنا من اسبوعين انه في اقبال كبير على البوابه الالكترونيه للاستثمار بالدولار، ومستثمرين مصريين والمستثمرين على قطع الاراضي اللي انشاتها يعني طلعت المخططات للمدن الجديده من هيئه المجتمعات، وكان في اقبال كبير جدا على هذا النوع من الاستثمار. يعني لدرجه انه احنا في اخر بيان كنا نشرناه في اكثر من 1600 شركه قدموا طلبات على فرص استثماريه في المدن الجديده. هل ده اللي بيدفع المدن الصعيد اللي تم انشائها في اخر اربع سنوات؟ طيب هل التوجه من المستثمرين على الاستثمار ده هل اللي بيدفع الهيئه لاصدار القرارات والبحث في الاماكن دي ومن ثم اصدار القرارات بهذا العدد؟ بكل تاكيد يا فندم، هو هيئه المجتمعات فيها مجلس اداره برئاسة السيد الوزير رئيس مجلس الإدارة، وبينعقد مجلس الإدارة بناء على الطلبات الفرص المتقدمة. فالمستثمر بيقدم على فرصة الاستثمار سواء قطعة أرض أو نشاط تجاري أو صناعي أو بيقدم على الفرصة، بتخش مجلس الإدارة وبيتم الموافقة في مجلس الإدارة على هذا النشاط، وبيتم طبعا عرض مخططاته وفرصه ودراساته بالكاملة اللي عملها اللي وضعها خبراء المخططين، وبالتالي بيتم استصدار القرار لإنشاء هذا التجمع العمراني أو هذا النشاط الصناعي أو التجاري، واستصدار القرار وتنزل الأرض بعد كده للفرص الاستثمارية للمستثمرين. يعني بالتالي القرار بيطلع بيكون كمان المستثمر جاهز موجود، بيكون جاهز والأرض مرفقة. وده كويس في الموضوع أن احنا في آخر 8 سنوات تم العمل بقوة في الأرض لتنفيذ المرافق وتنفيذ الطرق وتنفيذ الخدمات والنقل المستدام وكل ما يلزم المستثمر من بنية تحتية عشان يبدأ النهاردة ينفذ النشاط. وبالتالي عندنا فرص عمل، مناطق سكانيه بتخدم المناطق دي، بحيث ان هو لو حب يبني مصنع او يبني نشاط تجاري هيلاقي وحدات سكنيه وخدمات تخدم على النشاط اللي هو عايز يشتغل فيه، وفرص عمل زي ما حضرتك اشرت طبعا، وجامعات ومدارس وفرص تعليم من كل الانواع في كل المدن. طيب هو يعني حضرتك معانا لازم نسال، هل في اطروحات جديده بالنسبه للوزاره النهارده فيما يتعلق بالاسكان سواء الاجتماعي او المتوسط؟ احنا مع حضرتك دلوقتي على التليفون في طرحين شغالين لقطع اراضي سواء السكنيه اللي هو برنامج مسكن لتوفير فرص اراضي سكنيه مميزه ومتوسطه وخلافه بمساحات مختلفه، طرحناه من اول شهر ابريل وان شاء الله ينتهي في نهايه مايو لمده شهرين. وعندنا برنامج الاراضي الاستثماريه دي بوابه الطرح المستدام، دي موجوده على موقع هيئه المجتمعات او الطرح الدائم للاستثمار، ودي بتبدا الطرح دائما في اول كل شهر، والمستثمر بيقدم على قطعه الارض او الحاجز بيقدم على قطعه الارض، وفي خلال اسبوع بيتم الرد عليه، وفي اخر الشهر بيكون متخصص له قطعه الارض. ده الطرح الدائم اللي هو مظبوط يا فندم، ده الطرح الدائم، ده برنامج عندنا برنامج مسكن وبوابه الطرح الالكتروني بالنسبه للاستثمار بالتحويل بالدولار، اللي بالمناسبه بيروح التحويل بالدولار بالكامل بيخش البنك المركزي المصري. وبعدين كان عندنا من حوالي شهر طرح الاسكان، والحمد لله خلصوا، حاليا شغالين في مرحله الفرز للمتقدمين، طبعا كان في اقبال كبير جدا لكن. وان شاء الله احنا ما نبطلش شغل، في كل المدن شغالين على تنفيذ مشروعات اسكان مختلفه، ويعني رؤساء الاجهزه يعني باستمرار على موقع العمل بيتابعوه بشكل يومي علشان الانتاجيه تزيد، علشان الاقبال اللي حصل في اخر كام اعلان. كل التوفيق باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، وبشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعه. أخبرنا برضو يمكن الموضوع ده تم الحديث عنه قبل كده أو بيشغل بعض الناس، لأن كان في كلام عن صناديق النذور والتبرعات الموجودة داخل المساجد والزوايا. كلنا من صغرنا وإحنا بنشوف إن في صندوق في المسجد الناس بتتبرع فيه، سواء بقى لترميمات في المسجد، يعني تربينا إحنا، أنا صغير طلعنا كان كده، وكان حتى كمان كان في طقوس ان في يوم الجمعه بيلف حد بالصندوق والخطيب شغال، يعني كانت ما كناش نعرف هل ده اصلا حلال ولا حرام، لكن طلعنا على كده وشفنا. لكن وزاره الاوقاف من فتره تنبهت لهذا الامر في اطار اهتمامها القائم والدائم والمستمر بالمساجد وبيوت الله والزوايا المنتشره اللي اصبحت منتشره جدا في كل منطقه وفي كل شارع في مصر. النهارده اصدرت وزاره الاوقاف تنبيه مهم جدا لأئمة وخطباء المساجد على مستوى الجمهورية
بيمنع جمع أي تبرعات في المساجد أو حتى محيط المساجد. جاء في نص تنبيه الوزارة ما يلي: يمنع منعا باتا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدام المنبر لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج عن موضوع خطبة الجمعة وبيكون محدد طبعا. التنبيه أضاف كمان أن من يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال، يعني بحسب كل حالة، مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو حتى محيط المسجد واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك. وعلى جميع السادة مديري المديريات، مديريات الأواف والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بوزارة الأوقاف أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم. يعني هو تنبيه لكن واضح من لهجته ومن صياغته أنه مهم وحاسم، وعايزين نعرف إيه اللي حصل. معنا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. دكتور هشام أهلا بك معنا يا فندم في التاسعة. اهلا بحضرتك استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. واضح من التنبيه ان هو حاد وحاسم ومفيش بعد كده خروج عنه، هل دي اول مره يتم فيها التنبيه ولا كان في تنبيه رسمي قبل كده من الوزاره لائمه المساجد؟ يمكن في اطار الحوكمه والمزيد من التاكيد على ما اتخذته وزاره الاوقاف، يمكن احنا في 2021 كان تم اصدار قرار من معالي الاستاذ الدكتور محمد القاضي مع وزير الاوقاف، قرار 373 شهر نوفمبر بيحظر جمع اي اموال تحت اي مسمى في المسجد او اي صناديق ورفع جميع الصناديق اللي كانت موجوده في المساجد والزوايا. زي ما حضرتك قلت كده، كان من زمان الناس يعني المساجد فيها صناديق والزوايا فيها صناديق، لكن تم رفع جميع هذه الصناديق وحظر وضع الصناديق لأي سبب من الأسباب. الكلام ده كان في 2021، وإحنا النهاردة بنأكد على هذا الأمر لمزيد من الحكمة، لمزيد من الحسم. بنأكد أن نهائيا ممنوع منعا باتا وجود أي صندوق في أي مكان في المسجد أو في محوط المسجد أو خارج المسجد أو في ملحقات المسجد، نهائيا ممنوع وجمع أي تبرعات تحت أي مسمى، سواء الإمام قال على المنبر أو بعد ما نزل على المنبر، نهائيا ممنوع الكلام ده عندنا، وإحنا بنأكد على كده وبكل قوة وبكل حسم بننبه على السادة الأئمة وعلى جميع السادة مدير المديريات وجميع الإدارات أن ممنوع نهائيا الكلام ده، ولن يكون أبدا في وزارة الأوقاف وجود صناديق مرة أخرى. طيب بالرجوع لقرار 2021 نوفمبر 2021، كان مستثنى منه مساجد النزور، وكانت الوزارة قالت إن هيتم الإقرار ورصد أسماء هذه المساجد بالاسم، هتحدد بالاسم. هل ما زال هذا الأمر قائم؟ بالفعل مساجد النزور بالفعل تم حصر الصناديق اللي هي في مساجد النزور زي مسجد سيدنا الإمام حسين وسيدة زينب ومساجد سيدنا البيت كلهم على مستوى الجمهورية، وهذه الصناديق مرقمة عشان خاطر ما حدش يحط صندوق تاني في أي حتة. بالظبط، معروفة الصناديق دي واخد رقم عند الوزارة، رقم ومعروف مكانه كمان، يعني ده في الناحية اليمنى أو ده في الناحية اليسرى أو ده خلف المقام أو ده في المكان الفلاني، بالرقم بتاعه معروف عندنا، ويفتح طبعا كله حسب اللائحة وحسب التعليمات المنظمة لهذا الأمر، برضه في إطار من الحوكمة وفي إطار من في إطار من الشفافية وفي إطار من النزاهة التامة. هذه الأمور في مساجد النزور، مساجد سيدنا البيت على مستوى الجمهورية. طيب المساجد الثانية اللي هو القرار خاص بيها والتنبيه بهذه الصورة، يعني بيقول إن في مساجد أو زوايا أو مناطق أو إدارات لم تلتزم حتى الآن. الإجراءات بقى، يعني الإجراءات المتبعة إيه مع الإمام أو مين المسؤول تحديدا في الواقعة دي؟ لا احنا بنأكد على هذا الأمر يعني كل فترة على السادة الأئمة أو على السادة المفتشين، لأن كان مثلا لو في على فرض أن مثلا في مسجد لسه بيبنى جديد، ممكن بعض الناس أو بعض تكون مثلا بتقول عايزين نجمع لهذا، لكن احنا بنأكد
ممنوع نهائيا جمع اي تبرعات. ممكن ما يكونش في صندوق، بس ممكن يقول لك احنا عايزين نجمع تبرعات. احنا طب بنأكد النقطه دي مهمه جدا يا دكتور هشام، نقطه ان هو بيلم دلوقتي وبيجمع تبرعات لبناء مسجد، دي بنشوفها على الطرق، الصندوق موجود اصلا على الطريق. هل القرار يشمل ده برضو ولا بيشمل المساجد والزوايا القائمه بالفعل؟ المساجد التي تقام فيها الشعائر والزوايا التي تقام فيها الشعائر. لكن برضو احنا يعني علشان خاطر لا تتخذ يعني بيوت الله عز وجل ذريعه بالظبط في لجمع تبرعات، احنا برضو في اشراف تم برضو على المسجد اللي بيبنى الان، احنا برضو في اشراف تم عليه. واحنا برضو منبهين وبيبقى ناخد اقرارات على متبرع بهذا الامر انه مش هيجمع تبرعات وانه هو مش هيحط صناديق. ففي كلا الحالات احنا احكام وسيطره تامه، سواء المسجد بيبنى او المسجد قائم تقام فيه الشعائر. ده شيء طيب، لان احنا بناخد على الانسان اللي بيبني مسجد جديد او بيعمل مسجد تبرع لوجه الله تعالى وحسبه، احنا بناخد اقرار عليه انه هو لا يجمع تبرعات وانه هو لا يضع صناديق. واحنا بنمر برضو على المسجد علشان خاطر نشوف الحاله الانشائيه ونشوف انه ملتزم بتعليمات الوزاره، والوزاره لن تسمح ابدا بعوده الصناديق نهائيا. لكن مزيد من الحوكمه ومزيد من الشفافيه ومزيد من التاكيد والحرص من الوزاره على انه لن يكون هناك صناديق او جمع تبرعات. ممكن ما يكونش في صندوق بس الناس بتدعو للتبرعات، كذلك لن يكون هناك تبرعات. كله احنا عندنا مجالس ادارات، وبنقول ان احنا مجالس ادارات من خلال مجلس الاداره وليه رقم حساب معروف وكود معروف، وفي ماكينات بنك مصر موفرها لمجالس الادارات. عندنا كذلك صندوق عماره المساجد، يعني الان في ناس كثيره جدا بتتبرع لعماره المساجد على صندوق عماره المساجد. عندنا كمان صندوق عماره المساجد ده اللي عايز يتبرع بقى في الحاله دي، يعني عشان بس تبقى الطريقه سهله وواضحه للناس، اللي احنا هنمنع الصناديق ونمنع التبرع للجوامع من خلال جهات غير معروفه. الجهه اللي حضرتك قلت عليها تاني معلش عشان ناكد على الناس اللي محتاجه تبرع لبناء مسجد او كده. لا، في مجلس، لو المسجد فيه مجلس اداره، مجلس الاداره ده في عنده رقم حساب وعنده باركود موجود وعنده مكنه البنك موفرها لمجلس الاداره، كل حاجه عليها وكل حاجه متشافه في نفس التوقيت اللي هو بيدفع فيه المبلغ وبيسمع عندنا، واحنا بنبقى عارفين ان في المكان الفلاني فلان الفلاني تبرع بمبلغ وقدره كذا كذا، في ربط الكتروني بيننا وبين الشبكات وبيننا وبين المكن اللي موجود في المساجد. لو المسجد ما فيهوش مكان التبرع او مجلس اداره وهو حب يتبرع، بيذهب لاي مكان. احنا عندنا صندوق عماره المساجد رقم حساب اكم من اهل الخير ورجال الخير تبرعوا على يعني على هذا الحساب، وممكن بيوصل للمديريه بيقول لهم انا عايز اتبرع او اي اداره. فالاداره بتوديه المديريه بتديه رقم الحساب معروف، يعني زي ما حضرتك قلت، حتى لا تكون بيوت الله ذريعة لجمع التبرعات اللي ممكن تكون لها أغراض تانية. طيب أخيرا دكتور هشام، بس من خلال حضرتك عايزين أهل الخير برضو اللي عايزين يتبرعوا لو في صدقات أو في زكوات، إحنا بنقول لهم في حاجة تاني دلوقتي اللي هو بناء الساجد قبل المساجد. يمكن إحنا عندنا مشروع سكوك الإطعام ومشروع سكوك الأضاحي. مشروع سكوك الإطعام اللي هو الصك بس ب 400 جنيه ده ممكن زكاة أو صدقة أو تبرع، ده بينفق في وجوه الخير. بناء الساجد قبل المساجد، مظبوط. اي بناء الساجد اطعام الفقراء والمحتاجين على مستوى الجمهوريه، وبنودي فيه لاخواننا في غزه وفلسطين، بنودي فيه قدر منه سواء لحوم او سواء مواد غذائيه. ابواب الخير كتير، بس تبقى محكومه زي ما حضرتك قلت وتحت اطار قانوني وشرعي. وموجوده صكوك الاطعام دي موجوده في المساجد كلها على مستوى الجمهوريه، صك ليسنر نمبر وباركود وعلامه مائيه في كل الحوكمه والشفافيه لكل الساده المتبرعين واهل الخير. احنا بنتمنى طبعا ان الائمه كل ائمتنا وخطبائنا في المساجد يلتزموا بهذه الاجراءات وهذه التنبيهات، وايضا المواطنين يعني في الابواب الشرعيه موجوده في وزاره الاوقاف وفي المديريات. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنا بشكرك جدا لوجودك معنا في التاسعة. نورسين عمر ابنة مدينة طنطا حققت اللي هي عندها 10 سنوات، حققت نجاح كبير جدا وتم تصنيفها من الاتحاد الدولي للشطرنج لتكون
أول ناشئة تصل للمركز الثالث على مستوى العالم من وقت تأسيس الاتحاد المصري للشطرنج. حصلت نورسين على المركز الثالث العالمي بعد بطلة إنجلترا والهند تحت سن 10 سنوات، وده طبعا بعد ما حققت أعلى تقييم في الشطرنج الكلاسيك بتقييم 1893. تعالوا نشوف تقرير عن بنتنا البطلة نورسين عمرو، ونطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. أنا اسمي نورسين عمرو، أنا عندي 9 سنين. كنت بلعب مع أخويا الصغير وساعتها بابي شافنا وهو قال لنا إن هو هيعلمنا الشطرنج، وبعد كده هو علمني الأساسيات والقواعد، وبعد كده رحت أكاديمية طنطا شطرنج، قعدت فيها تقريبا 1.5 سنة، وبعد كده رحت أكاديمية عدلي اللي أنا بتدرب فيها دلوقتي. أول مرة لعبت فيها شطرنج كنت حاسة إنها لطيفة. انا كنت بلعب شطرنج زمان، وكان عندي شطرنج صغير في البيت، فهي واخوها الصغير بداوا يلعبوا، جابوه بداوا يلعبوا بيه، فبداوا يسالوني ازاي نقل القطع وايه القواعد بتاعتها، وبعدين فوجئت ان هي نورسين اكتر اهتماما من اخوها الصغير بيه، فبدات اتعلمها، فبدات احس ان هي بتلعب افضل وعندها استعداد تتعلم اكتر، فدورت على اكاديميه، فلقيت اكاديميه طنطا بدات معاها، وبعد فترة الحمد لله بدأت تثبت نفسها فانتقلت لأكاديمية عدلي، والحمد لله لغاية ما وصلت للتصنيف العالمي. يعني أنا مثلا بركز في دراستي أكتر شوية، ولما بيبقى عندي مثلا بطولات لا بركز في الشطرنج، ولما بخلصها فبرجع للدراسة، يعني الحاجات اللي فاتتني في وقت البطولة بكملها. هو أنا أوريدي كنت وأنا صغير كنت بلعب موسيقى، وكنت ده ماشي مع دراستي، وقدرت الحمد لله اوفق بينهم لحد النهايه بشكل كويس، فبالتالي ده اللي انا طبقته مع الاولاد، ان دايما النشاط ما بيعطلش عن الدراسه، بالعكس لما بيكون الطفل موهوب وفي اكثر من نشاط فده ساعات بيساعده كتير ان هو يكون متفوق دراسيا. هي بمجرد ما بدات الطريق الاحتراف بتاعها فانا سرقتها للكباتن بتاعها. مبسوطه قوي عشان دي حاجة أول مرة تحصل في مصر في تاريخ الشطرنج، والتصنيف ده أنا باخده لما بلاعب ناس مصنفين أعلى مني وبكسبهم، فأنا كنت كسبت راجل كبير هو فوق 60 سنة وهو كان تصنيفه عالي، فمنه الاتحاد الدولي عمل لي تصنيف، خدت التصنيف العالي ده، وانا دلوقتي مصنفه 3 على العالم. في اول مشاركه ليها في بطوله الجمهوريه المفتوحة كانت في الغربية، ده الكلام ده كان من 1.5 سنة تقريبا، فهي حصلت على المركز الرابع فيه وكانت أول مشاركة ليها، بعد كده حصلت على المركز الأول وكسب بطولة في مديرية التربية والتعليم بالغربية، وكانت وطلعت المركز الثاني في تمهيد الجمهورية المفتوحة، ومؤخرا كانت رابع الجمهورية للناشئات تحت 10 سنوات، ومن خلال لعبها مع المصنفين الأكبر منها سواء في الفئة العمرية بتاعتها أو ناس أكبر منها سنا، فقدرت تحقق الرقم القياسي ده بحيث إنها تكون ثالثة العالم. انا نفسي ان انا اكون مهندسه وبرضه هكمل في الشطرنج. اتمنى ان شاء الله انها تحقق لمصر انجازات كبيره، وانها في يوم من الايام تكون بطله العالم في الشطرنج. اهلا بحضراتكم من جديد. نتكلم بقى عن احتفالات المصريين بشم النسيم، واكيد كلنا لنا ذكريات، بتكلم على جيل السبعينات والثمانينات واللي قبل كده طبعا، في ذكريات متعلقه باحتفالات شم النسيم. انا افتكر لما كنا ليله شم النسيم بالليل اللي هي زي دلوقتي كده، كان بتبقى ليله اللي هي بنلون فيها البيض وبنستعد ان احنا الصبح بقى ده البيض وهيبقى احتفالاتنا، غير واحنا صغيرين ما كناش بناكل لا فسيخ ولا الحاجات دي، ما كانتش رنجه حتى كمان طلعت يعني. لكن هتظل احتفالات شم النسيم عند المصريين لها طابع خاص في الحدائق، الزهور دي بتبقى طبعا معروفه، الحدائق العامة كلها، الشواطئ، بيبقى يوم بهجة وسعادة على كل المصريين. اللي بيروح بقى الشواطئ علشان يغير عن الجو سواء بقى الجو حر أو برد، المهم إن هي خروجة بيحاول المواطن فيها إن هو يخرج من الأجواء العادية اليومية، وفي عيد، وعيد شم النسيم هيفضل مرتبط في أذهان المصريين بكل ما هو قديم، لأن هو عيد مصري أصيل بيحتفل به المصريين سواء داخل مصر أو حتى
خارج مصر، ومعروف طبعا ان هو اصبح فيه الفسيخ ولوازمه، دي من الحاجات الاساسيه. لكن لو اتكلمنا تحديدا عن الشواطئ والمتنزهات، هنلاقي ان خلاص شواطئ الاسكندريه انهت استعداداتها الكامله لاستقبال الزوار في احتفالات شم النسيم. يعني اسكندريه بكره هتبقى العيد فيها مختلف. احنا معانا دكتور محمد عبد الرازق، رئيس الاداره العامه للسياحه والمصايف بالاسكندريه. دكتور محمد اهلا بيك معانا في التاسعه يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. على المشاهدين مساء النور على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وكلمنا بقى عن الاستعدادات اللي تمت في اسكندريه لاستقبال المصطفين والناس اللي هتخرج بكره لاسكندريه للاحتفال بعيد شم النسيم. طبعا احنا بنبتدي نجهز لهذا اليوم ولاستقبال الساده الزوار والمصطفين وضيوف الاسكندريه. بقالنا حوالي دلوقتي يمكن شهر ونص، وجميع الشواطئ في محافظة اسكندرية جاهزة تماما لاستقبال ضيوفها، واسكندرية بتفتح ذراعيها لاستقبال السادة المصطفين وزائرين محافظة اسكندرية. احنا كانت توجيهات معالي الوزير اللواء محمد الشريف ان جاهزية كاملة لجميع الشواطئ لاستقبال هذا اليوم. احنا بدأنا بوضع خطة كاملة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للمرور على جميع الشواطئ لبيان مدى جاهزيتها، بداية من النقطة اللي شدد عليها معالي المحافظ العوامل الأمن والسلامة، أفراد الإنقاذ المتواجدين والمؤهلين من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ودي كانت نقطة مهمة جدا ركز عليها معالي المحافظ. تاني حاجة حسن معاملة الجمهور، وده احنا قعدنا مع جميع العاملين على الشواطئ في محافظة اسكندرية ونقلنا في توجيهات معالي المحافظ بشدة وبصرامة في حسن معاملة الجمهور وعدم فرض أي إكراميات وعدم التعامل بأي أسلوب غير لائق. النقطة الثالثة نظافة الشواطئ، وده كان بالتنسيق مع شركة نهضة مصر اللي هي مسؤولة عن النظافة في محافظة اسكندرية ورفع كفاءة جميع الشواطئ لتكون جاهزة لاستقبال السادة الضيوف. النقطة اللي أنا كنت عايز أركز عليها إن إحنا في نقطة مهمة جدا في القطاع الغربي، شاطئ النخيل. شاطئ النخيل اللي هو كان بقاله فترة كبيرة جدا مغلق لأسباب كلنا عارفينها، أتم الاستعداد على كامل المحاور لاستقبال السادة الضيوف. ويمكن احنا كنا امبارح هناك ومعانا لجنة كاملة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي عشان نراجع خطة التأمين اللي وضعها الاتحاد عشان نأمن سلامة المواطنين أثناء النزول في مياه البحر، ولقينا أن فعلا الخطة تم تنفيذها. والخطة دي على فكرة كنا نفذناها السنة اللي فاتت وجاءت بثمار جيدة جدا جدا، والحمد لله ما كانش فيه حالات غرق السنة اللي فاتت في شاطئ النخيل. فراجعنا الخطة مرة ثانية امبارح ولقينا أن هي تم تنفيذها على أكمل وجه، وان شاء الله باذن الله هيكون يوم ممتع للزائرين ولابناء محافظه اسكندريه. شاطئ النخيل بقى عملتوا ايه عشان يرجع تاني للخدمه يعني في هذا الوقت؟ الموضوع ده والله يعني تصدر ليه واخده على عاتقه معالي الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، وده كان من السنه اللي فاتت بعد طبعا الـ يعني الخلفيه اللي كانت موجوده او متاخده عن هذا الشاطئ. احنا تم طرح هذا الشاطئ للاستثمار ووقع طبقا لمزايدة علنية وقع عليه مستثمر، وكان اهم حاجة ان احنا نطبق عوامل الامن والسلامة فيه عشان ما يحصلش اي حوادث غرق لا قدر الله. تمت الخطة دي وضعها عن طريق الاتحاد المصري للغوص والانقاذ كجهة متخصصة، وهي اللي كانت عاملة مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة مصر بلا غرقة. وكانت الخطة عبارة عن انتشار 42 فرد إنقاذ على طول الشاطئ. الشاطئ مساحته كيلو و800 متر بالظبط، كيلو و800 متر، 42 فرد إنقاذ، 10 أبراج إنقاذ، توافر عدد 4 جيت سكي، وجود خطوط عايمة داخل المياه تحدد بيها الأماكن الأمنة للنزول واللي فيها ممكن الناس تنزل بدون أي مشاكل أو بدون أي خوف، الرايات اللي مرفوعة على البحر، منظومة الكاميرات اللي موجودة على طول الشاطئ عشان
تراقب عملية الدخول، لأن برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا لقيناها إن كان بيحصل حالات غرق لتسلل بعض الأفراد داخل الشاطئ والنزول إلى مياه البحر في غير أوقات العمل الرسمية، فتم وضع منظومة كاميرات لمراقبة الشاطئ بالكامل. كل هذه الخطة تم تنفيذها السنة اللي فاتت أتت بثمار جيدة جدا جدا إن شاء الله. السنة دي تؤتي ثمارها بشكل ممتاز، وطبعا جهد مشكور الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بشكرك جدا لوجودك معنا في التاسعة، وبنتمنى أن الناس كلها بكرة إن شاء الله تستمتع بأجواء جميلة في إسكندرية، وبنتمنى كمان الناس اللي هتخرج على الشواطئ أو في المتنزهات يعني الحفاظ برضو على نظافة الأماكن، وتحديدا إذا كان بعض الزوار هيروحوا بالفسيخ والرنجة والأسماك المملحة على الشواطئ أو الأماكن العامة، رجاءا يعني نحافظ على الوضع زي ما هنروح وهو نظيف، يعني نحاول نحافظ مع الجهات المختصة إن هو يفضل نظيف. وطالما بنتكلم على الفسيخ فكل سنة بنتكلم على تحذير وزارة الصحة من الإفراط فيه أو من الآثار الجانبية أو بعض الأعراض اللي ممكن تظهر على البعض نتيجة تناول أسماك مملحة، ممكن تكون فاسدة، ممكن تكون مش معمولة كويس، فبالتالي التحذير بتاع كل سنة مستمر معانا. السنة دي كمان وزارة الصحة وجهت عدة نصايح طبية وإرشادات وقائية مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، وده طبعا ضمن جهود الوزارة لتطبيق خطة التأمين الطبي وحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة. الوزارة كمان وضحت أن أعراض التسمم الناتجة عن الفسيخ أو تناول الأسماك المملحة بوجه عام كالتالي، عشان برضو الناس تبقى عاملة حسابها وعارفة أن دي الأعراض اللي بتكلم عنها وزارة الصحة، وبناء عليها هنقول هنعمل إيه. عندنا زغللة في العين، في ازدواجية في الرؤية، في ارتخاء الجفون، كل ده في العين يعني، في جفاف الحلق الحنجرة، ده طبيعي طبعا الناس كلها بتبقى عارفاه، وبعد كده لا قدر الله صعوبة في النطق وصعوبة في البلع وإحساس بالدوران والضعف العام في العضلات اللي هو الوهن يعني، وكلها أعراض طبعا واضحة ومش مش مش غامضة ولا محتاجة تأويل ولا تفسير. هتلاقي لا قدر الله إن شاء الله ما تجيش لأي حد، أي حد عنده أي عرض من الأعراض دي فورا بيتوجه لأقرب مستشفى حكومي علشان ياخد مصل المضاد لتسمم الفسيخ وبالمجان. عند إحساسك لا قدر الله بأي عرض من الأعراض اللي احنا قلناها، زغللة في العين، جفاف في الحلق، صعوبة في النطق أو في البلع أو دوخة دوار يعني، أو وهن في وجع في العضلات، فورا تتوجه لأي مستشفى حكومي تاخد منه المصل البيتوليزم، اسمه البيتوليزم. هو بس انت مجرد ما هتروح اي مستشفى حكومي هم عارفين، وده بالمجان. وكلنا بنأكد وبننصح وان شاء الله يا رب تعدى على خير ومحدش يجراله اي حاجة من اللي احنا قلناها دي. احنا معانا دكتور نبيل بكير استاذ الامراض المعدية. دكتور نبيل اهلا بيك معانا وكل سنة حضرتك طيب. ازاي معاليك، ازاي حضرتك؟ الله الحمد لله بخير والله وحضرتك طيب. يعني السؤال طبعا اللي بنسأله كل سنة، نعمل ايه؟ انا بحب الفسيخ او بحب الرنجة او بحب الاسماك المملحة وشم النسيم لازم غالبا لازم يتاكل فيه الحاجات دي، اعمل ايه علشان احمي نفسي من الاعراض اللي احنا قلناها من شوية؟ هو طبعا اولا كل عام ومعليك بخير طيب. وكل شعب مصر طبعا العظيم والاخوة المسيحيين بخير، ومناسبة عاد شم النسيم، وحقيقة حبدأ كلمتي بس طبعا هو كل سنة حيزة ستك ما بتقول بنتكلم عن نفس النقطة، هو لا يمكن المصريين حيسيبوا برضو الأسماك المملحة لأن مصدر غذائي قوي جدا ومهم جدا، وكل الناس كلها بتستمتع بيه بغض النظر إيه عن بعض المضار اللي بتدور حواليه طبعا. دايما حضرتك دايما عندنا يقولوا الوقاية خير من العلاج، يعني ستك قلت من شوية طبعا الأعراض الجميلة اللي ستك قلتها طبعا مش عايزين، يا رب يحفظ المصريين كلهم ويحفظ كل متناولي الأسماك المملحة بشكل عام، من ان احنا ما نسيبش لما يجي لنا اعراض، والموضوع بيبقى حقيقي صعب جدا يعني ان احنا نلحق نعالج مريض ولا غيره فموضوع صعب. مهم جدا حضرتك طبعا ان دايما الفسيخ بيتعمل من اسماك سواء البوري او سواء الطبار، وطبعا بقى المصريين كلهم عارفين الفرق بين السمكتين تمام، في منطقه البق دايما البوري منطقه الرفيع الطبار عريض
وفي فرق طبعا في السعر عالي جدا بين النوعين تمام. ولكن مهم جدا حضرتك ان احنا طبعا ننقوا المصدر بتاع الاسماك دي. مصدر الاسماك ساعات كتير بيحصل وخاصه ما يبقاش في امراض ولا حاجه. ولكن فرق الضغط بين الميه تبص تلاقي حضرتك ساعات اسماك البوري ساعات تموت بكثافه عاليه جدا فياخدها بعض قليل الضمير ويخزنها لغايه ما او يكسرها يعملها فسيخ. ودي طبعا كلام مش مظبوط نهائي كمصدر سمك مش مظبوط. يبقى مهم جدا ان احنا نختار مصدر الاسماك اللي هنشتري منه او انا اشتري الاسماك ده هي وابدا اكسرها في البيت ودي الصح والمظبوط تمام. النقطه الثانيه المهمه جدا لكل بقى الناس سواء اصحاب المصانع اللي بيسمعونا او سواء مستخدمي او سواء الناس اللي بتعمل فسيخ في البيوت، مهم جدا ان انا انضف السمك كويس جدا من المض او من الطينه. الطينه دي حضرتك هي بقى اللي فيها الكوليستيريوم بوتوليزم اللي تبدا تشتغل على السمك وتعمل شغل كويس جدا. هتقول لي يا دكتور ما هو الطبيعي انا بجيب السمك ده انا بغسلها غسله بخليها زي الفل بالبلدي كده، للاسف الشديد بغسلها بخليها زي الفل ويبقى المصنع مثلا بشكل كبير جدا يجي فرد السمك على مشمع ودي مطلوب. مطلوب ان انا بعد ما اغسل السمك كويس جدا ان انا انشفه اجففه سواء بالشمس او سواء اجففه في افران تجفيف. نقطه مهمه جدا وممتازه تجفيف السمك، ولكن للاسف ساعات بيحطوا ساعات في اماكن بيطير بعد هواء فيجيب تراب. التراب ده عباره عن ايه؟ عن تراب عن طينه او طير يقف عليه يعني الامر ما يسلمش. احنا ما وصلناش كمان لمرحله الدبانه الحاجه الخطره تمام. تبص تلاقي الطينه تبدا تدخل او التراب البسيط دوت يدخل، دي بيبقى طبعا كوليستيريوم بوتوليزم والكوليستيريديا بشكل عام بتنمو النمو عالي جدا على في موضوع جو موجود في الطينه بشكل عام. يجي بعد كده حضرتك المفروض ان انا لازم موضوع تجفيف السمك ده هو سواء تجفيفه بالشمس ويكون متغطي بمشمع من فوق ومن تحت وامنع وصول التراب ليه بكل السبل المتاحه، او ان انا اعمله في الفرن عندنا في البيوت يعني يكسروه في البيوت ثم بعد كده احط الملح والليمون بشكل كثيف جدا. والله يا دكتور يعني عمر ما حد كسر الفسيخ في البيت وتعب منه. تمام حضرتك جبت المظبوط. ليه بقى؟ لان حضرتك بيبقى الموضوع كيلو 2 كيلو 5 كيلو 6 كيلو فبيبقى مهتم بيهم جدا ومعرضهمش للدبان معرضهمش للطراق للاتربه بشكل عام وبيهتم بيهم. مشكله المصانع ان بيبقى عنده منطقه تجفيف او منطقه وكميات وعايز يعني يقلب وعايز يقلب ويخلص. ايوه تمام. الى جانب حضرتك برضه ما بيتمش موضوع التمليح، لازم موضوع التمليح ده يتم بصوره جيده جدا تمام. وتمليحه مع الليمون ماشي، ولازم يعمل جو غير هوائي بشكل كبير في سبيل برضه ان يحصل الايه ما يحصلش اي عدوى باي مرحله من مراحل التصنيع، ودي النقطه مهمه جدا. لا كان يقول لك لو شم هواء يدود ده أيوة تمام. مهم جدا ان انا نحبسه عن الهواء نهائي وساعتها واحط له برضه المده المناسبه في سبيل يطلع ان السمك يطلع بالشكل اللائق اللي المفروض الناس ياخدوه. طيب الناس بقى لما يجي يستعملوه هو بالطبيعي سيادتك هو سمك بالبلدي كده وانا اسف في اللفظ سمك متعفن صح كده ولا لا؟ وكلامنا واضح تمام. السمك حصل له ان هو وصل لمرحله سوى زياده على اللزوم لدرجه خلاص بقى حاجه جميله كانه زبده كده والناس كلها بتبقى مستمتعه بقى. ده حقيقي فعلا. مهم جدا ان اي تغيرات فيزيائيه يعني اي تغيرات انا شايفها على السمكه نفسها غير اللون الطبيعي المعتاد بتاع الفسيخ ما استعملهاش. في اي حاجه غريبه في الطعم ما استعملهاش تمام. ودي ينطبق مش على الفسيخ فقط، ينطبق على الرنجه وينطبق على كل الاسماك المملحه بشكل عام. دي بيسموه الحاجه الظاهره، والظاهره دي حضرتك الفحص الظاهري او الحاجه اللي انا بشوفها ظاهريا بالظبط يعني هو اللي متعود على اكل الفسيخ بيبقى عارفها. ايوه مش تمام. محتاجه يعني المختص مش محتاجه حد متخصص يعني. ثم ثانيا الطعم برضو مهم جدا ان هو اي حد بياكل اسماك مملحه بيبقى عارف حاسس ان طعم غريب. انا طعم غريب بعد اذنكم ما اكملش تمام بالزبط. اكمل طعم غريب ازاي؟ المفروض برضو اتجنب الطعم الايه الطعم الغريب. مهم جدا خاصه حضرتك وسيادتك بتتكلم دلوقتي موضوع برضو الرنجه ديت برضو من الحاجات المهمه. ايوه ما ده اللي انا كنت عايز اسال عليه. هي الفسيخ يعني ينفع اسال هو الفسيخ اخطر ولا الرنجه؟ ينفع اسال سؤال زي ده ولا حضرتك هم طبعا هو الفسيخ اخطر لانه دايما بيتعامل في جو غير هوائي ولو اتلوث بيحصل له الكوليستيريوم بوتوليزم بتعمل طبعا مشاكل زغلاله في العين زي حضرتك ما قلت يبقى شايف الحاجه اثنين وشلل في عضله الزور وجفاف في الحلق وصعوبه في التنفس وخطر بصراحه تمام. اما الرنجه اقل خطوره، بس الرنجه بقى مشكلتها هي حضرتك ان دايما الرنجه بيبقى موجوده طول السنه فساعات بيبقى فيها متخزن منها كتير فتبقى داخله على مرحله انها تفسد فيجوا الناس بعض قليل الضمير واخد بال حضرتك يجي حاطط عليها ماده حافظه تمام اسمها السلفر نيتريت. الماده الحافظه ديت بتخليها تدي اللون بقى الاصفر اللامع الجميل اللي الناس تبقى مبهوره بيه. دي حضرتك برضه انا بعرفها كمختص لو انا حطيت نقطه حمض كبريتيك او بلاش حمض كده حطيت نقطه ميه نار زي ما بيسموها كده تمام. لو عندي كميه خاصه لما بتجي لي انا الكليه تمام واعمل فحص ظاهري بعمل احط النقطه ديت تبص لا تدي اللون الازرق دي خلاص
ممنوع ان انا استخدمه. طب المستخدم بقى اللي مش يعرف يجيب ميه المستخدم مريم. بقى من خلال الاعراء، من خلال الفحص الظاهري زي ما بنقوله، شكلها كده غريب مش مريحني. تمام. ثم بعد كده حضرتك لما ضعها في الطعم، الطعم برضه غريب مش مريحني لما استعملهاش، وخاصه حضرتك انا اي حاجه طعمها مش مظبوط معايا في الموسم ده في اليوم بتاع بكره دوت ما استعملهاش. طيب. يمكن في الايام الثانيه ممكن تعدي. احنا عارفين ان الفسيخ الملوحه او الملح درجات، يعني في ناس بتحب تاكله دلع، في ناس بتحب تاكله وسط، في ناس بتحب تاكله ملح جدا. اصحاب الامراض المزمنه بقى، الضغط تحديدا الضغط. هو طبعا بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده، لان جرت العاده، كان عاده المصريين، لان دي عاده مصريه قديمه قبل ما تقول قبل ما تكون طبعا عيد وعيد الفطر المسيحيين وكذا. حضرتك كان زمان جرت العاده الناس ياكلوا الحاجات المملحه ده، تقول له ما تشربش ميه، عشان لو تشرب ميه هتبقى عايز تشرب ميه كتير. لا بالعكس، انا بقول لهم تاكل اي حاجه مملحه اشرب ميه كتير عشان تبدا تغسل الكلى وما تعملش ايه، وخاصه لا ده بيقول لك احبس بالشاي على طول. تمام. احبس بالشاي دي قبل الشاي، يتمنى ان هو يشرب ميه كتير. تمام. والشاي ده هو تخليه مرحله لاحقه في سبيل ان هو يبدا برضه يخفف من نسبه الملوحه الموجود. طبعا يفضل ان انا ما اكلش الحاجات اللي هي بس هو لو ملح لو ملحه لو الفسيخ ملحه زياده وشربت ميه اللي هو سولت ووتر ريتينشن، ده هيعلي الضغط اصلا. تمام. هو حضرتك عشان كده بقول لحضرتك، هو دايما مرضى الامراض المزمنه بالكلى او الضغط بالزبط. يفضل انه لو مضطر ان ياكل كل كميه بسيطه، وياكل دايما ياكل الملح اللي هو اللي بتسموه الرنجة او العدبة. ما ياكلش الملحه زياده او الملحه زياده عن اللزوم. تمام. دي طبعا حاجات اساسيه. الحاجه برضو مهمه جدا، طب البصل قبل ما اطلع من النقطه دي بس عشان خاطر اللي هو الديتوكس، يعني المضادات التسمم. هي ناس بتقول لك انا طالما باكل بصل مع الفسيخ مش مهم بقى، حتى لو كده كده ده هيعادل ده. البصل ليه دور في الموضوع؟ هو البصل حضرتك طبعا من الاكلات الجميله جدا، وفعلا في مضادات تسمم. تمام. وفي انتي اوكسيدنت كمان. انتي اوكسيدنت رائعه كمان وممتازه ومية مية، ولكن ما يلوش علاقه، ما يقدرش على البيتوليزم. ما يقدرش على البيتوليزم، ملوش علاقه بيه نهائي. تمام. لكن البصل طبعا كحاجه مكمله كمضاد اكسده ممتاز جدا، ويعتبر كحاجه مكمله. لكن مهم جدا برضو، ودي خاصة سيادتك أشرت لها برضو، وأنا بحب أعدد النقطة عليها كتير جدا، إن الناس بعد ما بيخلصوا بقى حضرتك ورايحين والحدائق بقى والمنتزهات والشواطئ وحتى الشوارع في بقى عند في وسط المدن ووسط الأرياف وغيره مليانة بقى حضرتك، هو أساسا السمك ريحته وحشة الدنيا كلها بكرة تبقى وتبقى بعد كده تزود والدبان بقى يتكاثر عليه كده، عملنا تلوث كبير جدا للبيئة. دي كلام مش مظبوط نهائي. لا احنا بنأكد تاني على النقطة دي، والناس أكيد هتستجيب معانا. لا وأعتقد الموضوع ماشي زي زمان، يعني الموضوع ما انا عشان بدأ في وعي ولا يليق بالمصريين ان هم يعملوا حاجه زي كده. احنا كلنا المفروض الثقافه عاليه، وكلنا بنحبين نحافظ على مصرينا ونحافظ على ربنا يسترها ان شاء الله بكره وما نسمعش عن اي اصابات ولا اي حاجه. انا بشكرك جدا الدكتور نبيل بكير استاذ الامراض المعديه، اتكلمنا عن الفسيخ والرنجه ومظاهر احتفال في الاكل، واحنا دايما المواسم والمناسبات عندنا مرتبطه بالاكلات. هي شم النسيم بكره يعني شئنا ام ابينا، اللي بيحب واللي ما بيحبش، بكره مصر هتبقى فيها فسيخ ورنجه كتير، وربنا يعين بقى الناس اللي ما بتاكلش ويعني مش بتبقى حابه الريحه قوي. وطالما في ارتباط معانا كمصريين في المناسبات والاعياد والمواسم اللي زي دي بالاكل، كمان الشركه المتحده في المناسبات اللي زي دي والمواسم بتبتكر أفكار جديدة لمساعدة الناس والترفيه عن الناس من خلال الحفلات. فالترفيه وتنفيذه على أرض الواقع هو واحد من المهام اللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تغفلها أبدا، زي ما قلنا في كل موسم وفي كل مناسبة بتبتكر فكرة جديدة لتقديم احتفالات مختلفة للمصريين. عشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مشروع جديد بالاشتراك مع شركة تذكرتي. المشروع بيحمل اسم ليالي مصر، وتحديدا شم النسيم. في حفلات كتير لعدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، في عدد كبير من المحافظات. عندنا الفنان
الغناء الشعبي حكيم، واللي هيقيم حفل الليلة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومعاه الفنان محمد عدوية. عندنا برضو بكرة في مدينة العبور، بكرة الاثنين، في حفل للفنان رامي صبري، وبيشاركوا في الحفل ده مغني المهرجانات مسلم. ليالي مصر حفلات خاصة بشم النسيم في هذا الموسم، في مرحلته الأولى هيكون عدد كبير من الحفلات الغنائية زي ما قلنا بألمع نجوم مصر والوطن العربي في عدد كبير جدا من محافظات مصر من الدلتا للصعيد. وكل سنة وحضراتكم بألف خير، ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. ليالي في أحضان العراقة والأصالة، ولأن مصر أساس الفن والحضارة، ليالي مصر حفلات غنائية تطلقها الشركة المتحدة خلال أعياد الربيع وشم النسيم. رحلة غنائية لإظهار التراث الفني المصري من الدلتا للصعيد. يحيي الحفلات بقى من ألمع نجوم مصر والعالم العربي. تذاكر الحفلات ومواعيدها متوفرة على الموقع الرسمي لشركة تذكرة. ينتظركم موعد مع عظمة فنية تعزف على الأراضي المصرية. ليالي مصر، من روح مصر وللمصريين. أهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم عن احتفالات عيد شم النسيم، ولو بنتكلم عن الاحتفالات فبنتكلم على الجانب الأبيض، الجانب الكويس والجانب الوحش فيها. الجانب الأبيض والكويس بنقول للناس احتفلوا، روحوا حفلات، اطلعوا شواطئ، روحوا حدائق ومتنزهات، انبسطوا وعيشوا يوم عيد عادي جدا. الوحش بنقول علشان نخلي بالنا منه. لو رحت بطفلك أو ببنتك الملاهي وجات عند لعبة معينة وقال لك أنا خايف، اوعى تقول له ما تخافش واركب واعمل وشوف صاحبتك ولا شوف، لا. ابنك قال لك أنا خايف، خلاص يبقى خاف، لأن احنا تابعنا الفترة الأخيرة دي خبر، طبعا كان خبر حزين، وهو وفاة فتاة عمرها حوالي 22 سنة داخل لعبة قطار بمدينة ملاهي بسبب الخوف. فأكيد الخوف كلنا عارفين أنه ليه ارتباط مباشر جدا بالقلب. أنت ما تضمنش ابنك أو المرافق ليك أو اللي هيلعب اللعبة دي أخبار قلبه إيه عند مسألة الخوف، لكن اللي هيجاوبنا أكتر في مسألة ارتباط الخوف بالقلب وفي الحالات اللي زي دي نعمل إيه، الأستاذ الدكتور محمود يوسف معانا على التليفون، أستاذ القلب بطب المنصورة ورئيس قسم القلب سابقا. دكتور محمود أهلا بك معانا في التاسعة، وكل سنة حضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة طيب ودايما الصحة والسلامة إن شاء الله. يعني موضوع تكرار حوادث الملاهي المرة دي، الحادثة اللي احنا في صددها، بتكلم عن ارتباط الخوف بالوفاة. يعني هو يعني اولا انا بحب احيي حضرتك ان حضرتك بتختار موضوع مهم في ظل الاحداث اللي احنا فيها، لان ده حياه اولادنا. يعني الحاجه الثانيه لو هنناقش الموضوع فاحنا من نقطتين. النقطه الاولانيه نوع اللعبه، لان يعني في العاب انا وحضرتك لما بنشوفها في التلفزيون قلبنا اصلا بيدق بالظبط، قطر اللي بسرعه البتاع اللي نازل من فوق ده. الحاجه الثانيه لازم يبقى في عندنا اساسيات. احنا عندنا في الجسم جهازين عصبيين، الجهاز السمبثاوي وجهاز الباراسمبثاوي. السمبثاوي نشط اكتر في الرجاله وبيزود ضربات القلب ويزود الضغط وهكذا. يعني الباراسمبثاوي بقى الاخطر، بيقلل الضغط وبيقلل النبض، وده نشط اكتر في البنات. فمع الخوف الشديد او رؤيه منظر يؤلم زي رؤيه دم، رؤيه ذبح، خوف شديد، الباراسمبثاوي بقى نشط اكتر، فبيوطلها الضغط والنبض فيغمى عليها. اللي حواليها للاسف بيخطئوا ان هم بيسيبوها واقفه او يسيبوها قاعده. المفروض في الحاله دي تنام ويرفعوا رجليها وحد يلحق يجيب امبول اتروبين يديهولها. النقطه برضو اللي انا بحب اشيلها ان لازم الاماكن دي يبقى فيها طبيب، لازم ما فيهاش فصال. والحاجه الثانيه ان الخوف في البنات بالذات خطر جدا، عن طريق انه بينشط الجهاز الباراسمبثاوي. واعتقد ان سبب الوفاه لانه النبض قل لما القلب وقف ومحدش عمل انعاش قلب رئوي. يعني فهي القضيه خطيره زي ما سعادتك قلت، في ان لو الطفل قال انا خايف خلاص دي ما فيهاش شجاعه.
طيب يعني نقطة مهمة حضرتك أشرت ليها أن وجود طبيب في الملاهي، طبيب عام على الأقل يعني ممارس عام أو على الأقل أو مسعف، أو مسعف واخد دورات إسعاف زي اللي هو موجودين في الملاعب، لأنه ممكن ينقذ حياتها لو هو عارف يعمل مساج للقلب وعارف يعمل تنفس صناعي وفاهم أنها لازم تنام ورجلها تترفع. أعتقد كان هينقذها، لأن الوقت الضائع بين نقلها من المكان الحدث للمستشفى ده خلاص بالظبط خلصت. يعني هو حصل هبوط من بسبب الخوف في الضغط والنبض نتيجه ان البرص البساوي بقى نشط قوي من الخوف والرعب. يعني الموضوع مش 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 مدعاه للفخر باللي هو الشجاعه ان هو الواحد يمارس لعبه. هو حضرتك قلت الخلاصه في الاول انه لو ابنك او بنتك قال لك خايف خلاص دي خلاصه الحلقه. هو ده، هو لو ما اجبروش على حاجه خلاص الامور هتعدي. طيب هل كل الحالات، لو اتكلمنا مثلا حضرتك فصلت ما بين الميل والولاد والبنات في مسألة السمبساوي والبرص السمبساوي، طيب هل كل الحالات معرضة لحاجة زي كده، ولا أنا ببقى عندي فكرة كولي أمر هل في أعراض مسبقة؟ مثلا أنا افرض ابني مثلا بيحب يلعب الألعاب الخطرة دي وده خطر عليه. لا، هو الشخصية تبقى باينة من الأول. يعني ما ينفعش واحد ما مارسش قبل كده حاجة من دي فجأة في مناسبة في عيد أو حاجة يركبها. الحاجة التانية، أنت حياتك بيبقى باين شخصيات ابنك قدامك، في ود عنيف بيضرب وبيجري وبيعمل ويستحمل، وفي واحد تاني أو بنت رقيقة بتخاف من أقل حاجة، بترتعش من أقل حاجة، فأنا جنبها الحاجات دي. يعني أنت برضو نوعية الطفل من الأول بتبينك، زائد زي ما قلنا نوعية اللعبة، يعني أنا أختار له لعبة مناسبة. ليه الرعب؟ أنا برضو مش متخيل إزاي يركبوا الصاروخ اللي بينزل من فوق لتحت بسرعة رهيبة. ده لو حتى لو ما حصلش حاجه اندفاع الدم من الرجل بالظبط. والله يا دكتور ياما الواحد اتكلم في النقطه دي، بس مع في المحيط اللي هو اللي حواليه، انا ايه اللي يخليني العب لعبه اللي هو الصاروخ اللي هو بيطلع مره واحده وبينزل؟ ده يعني ده اكيد هيعمل حاجه في الضغط الداخلي، في ضغط الدم. هو اختيار حضرتك للموضوع ده في التوقيت ده انا اعتقد انه مناسب جدا. طبعا ارجو ان الناس تسمعه، كان لازم فعلا وتطبقه. وحضرتك بقى يعني بصوتك الاعلامي ده نادي بان الاماكن دي يبقى فيها على الاقل مسعف متمرن. واحنا من خلال حضرتك ومن خلال التاسعه طبعا احنا بناكد وبنناشد طبعا الجهات المسؤوله ان يكون الملاهي فيها مسعف متمرس وعنده درايه بالامور اللي زي دي، ويكون فيها اجهزه تنعش القلب، لان حضرتك بتقول في حالات وارد جدا وسهل جدا لو انت تسعفها في مساله الضغط او القلب. انت شفت في الملاعب الاوروبيه اللاعب اللي كان اريكسون، اعتقد كان اسمه اريكسون لحقوه ازاي. فهي القصه كده، وربنا يسترها معانا ان شاء الله. يا رب ربنا يسترها معانا جميعا ومع اولادنا، وتعازينا طبعا لاهالي الفتاه، ونتمنى ان المشاهد دي تختفي من عندنا. بشكرك جدا أستاذ الدكتور محمود يوسف، أستاذ القلب بطب المنصورة ورئيس قسم القلب سابقا. مشاهدينا احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة وفقرتنا الرئيسية. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الرئيسية الليلة في التاسعة. خبر اقتصادي إيجابي جدا لا يمكن أن يمر مرور الكرام أو يمكن إغفاله، هو متعلق بتصنيف مصر الائتماني الدولي. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تقييمها في تصنيف مصر الائتماني من مستقر إلى إيجابي. العنوان ده في حد ذاته بيطرح سؤالين، الأسباب والتداعيات. هندخل مباشرة في الموضوع مع ضيفنا اللي بنورنا في الاستوديو، دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور، منورنا وكل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب. كتير بنسمع عن وكالة فيتش وكالة موديز، يعني وكالات كتير ل شغلها في تصنيف ائتماني، بيتصنف الدول ائتمانيا وبنسمع عن بي بلس وبي ماينس ومستقر وايجابي. النهارده وكاله فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني من مستقر الى ايجابي. في البدايه كده، ايه طبيعه عمل الوكالات؟ وايه هي الوكالات دي اصلا وايه دورها؟ طيب خلينا نقول ان الوكالات دي بتعمل بشكل مستقل الى حد كبير، بتفيد كل المستثمرين والحكومات على مستوى العالم. جميل. بتقوم بعملية التصنيف الائتماني للحكومات والمؤسسات داخل الدول وفقا لآليات التصنيف المعمول بها، من بتبدأ من A plus 1 لحد C. C ده اللي هو الديفولت اللي هو الدول المتعسرة. بالتدريج بقى C double C C بعد كده B minus وبعد حد A بالظبط كده. دي درجات التصنيف كلها بتبدأ من حالة التعسر لحد
حالة التصنيف الاستثماري اللي هي بتبقى واخدها الدول الكبيرة زي أمريكا. لكن هي وكالات مستقلة. مستقلة إلى حد ما. بس ده ما يمنعش إن هي مسيسة يعني في اعتقادي إلى حد كبير في وقت الأزمات. يعني في الوقت اللي العالم بيشهد فيه اضطراب ما بيكونش بالضبط دقيقة 100%. بيتأثر عليها بعض المؤثرات والظروف. يعني على سبيل المثال يمكن يعني بسبب حرب فلسطين وغزة يمكن هما تراجعوا مؤخرا في تصنيف إسرائيل. رغم أنه دولة في حالة حرب, دولة بلا يعني بالزبط. بلا دولة زي ما بيقول بالضبط, وما صنفوهاش تصنيف بالشكل المطلوب وفقا للآليات المعمول بها. فإذا هو مش مستقل 100%, ولكن هو بيكون بوصلة أو بتبين لنا اتجاهات العالم. أهل الاقتصاد بالظبط بيبقوا عارفينها وبصين عليها ده بالظبط. إلى حد كبير بتصنف المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الدول, وبتبدأ تحط رانك للدول بناء على درجة المخاطر اللي ممكن تكون موجودة. وقبل التصنيف ما بيتم ان بنقول مثلا بي بي ماينس بي تريبل بي 2 اي ما يكون التصنيف ايه, بيكون في نظرة المؤسسة للدولة دي. هل هي نظرة متشائمة ولا مستقرة ولا إيجابية؟ احنا بقينا إيجابية, إيجابية. اخر حاجة وصلنا لها إيجابية, اتحسننا من مستقر الى إيجابية, وكان قبل كده الوضع كان غير مستقر بالظبط. فالاسباب ايه اللي دعت ان نتحسن؟ اول حاجة انه تحسن ملف الاستثمار بشكل كبير من اتجاهين. اذا كان كنا بنتكلم على قدر تنظيمية وقواعد اساسية او قواعد منظمة يعني استثمار. او بنتكلم على حجم الكابيتال انفلو اللي دخل او حجم الاستثمارات اللي دخل. فاحنا ده في اشاره واضحه طبعا في اشاره واضحه ان احنا عندنا تحسن ملف الاستثمار بشكل واضح, سواء كان على مستوى التدفقات او على مستوى الاطار التنظيمي والتشريعي اللي ممكن الدوله بتنتجه من فتره. بالظبط. لكن كده. في اشاره مباشره في مساله الاستثمارات والتدفق, ده اشاره مباشره لصفقه راس الحكمه تقصد؟ بكل تاكيد. مش هي بس الاموال مش هي بس يعني احنا بنتكلم, ما هو بيحسب يعني تصنيف ائتماني يعني ايه؟ يعني انا رايح اخد كارد او انا حد جاي يستثمر عندي, فبقول له درجه المخاطر اللي عندي قد ايه. انعكاس لدرجه المخاطر بيعكس لدرجه التصنيف الائتماني, وبناء عليه كل ما بيكون عندي ارتياحيه في مقدرتي على الوفاء بكافه التزاماتي اللي في الاجل القصير والمتوسط والطويل, على قد ما اقدر ان انا اخد رانك كويس او ترتيب كويس. وبالتالي اتحسننا بناء على ان انا عندي احتياطات وعندي حجم من التدفقات المتوقعة خلال الفترة اللي جاية تغطي كافة التزاماتي تجاه العالم الآخر أو العالم كله, سواء كانت التزامات دين أو التزامات خاصة بالواردات أو غيره. وبالتالي بيبدأ أنه يدي ترتيب يرفع أفضل. يرفع التصنيف. وأنا متوقع مع الاجتماع اللي جاي هيبقى فيه تصنيف أفضل من ده. يعني التصنيف نفسه يتغير. النظرة الأول بيغير النظرة, وبعد يعني كده بالضبط بيبدأ يغير التصنيف. يعني احنا بي ماينس ممكن نتوقع ان احنا بنهاية 2024 نكون بي من غير ماينس. ممكن مع مزيد مزيد من التدفقات ممكن نرتفع مرة تانية زي الايام دي خلال العام الجاي 2025. هو في العنوان كان في بعد مباشرة من رفع تصنيف مصر من مستقر لإيجابي تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب. الجملة دي معناها ايه؟ طيب احنا زي ما قلنا في الاول ان احنا حسنا النظرة. التصنيف ما تغيرش. التصنيف كرقم ما تغيرش. احنا كرقم كان لسه احنا عند بي ماينس. هيتغير امتى؟ لما نكون بي من غير ماينس. وبعد كده يبدأ انه يرتفع بقى للدرجات الاعلى من التصنيف. ده معناه ان انا مش هتعثر في الوقت القصير او في الاجل القصير. أيوة. ده معناه ان انا كان عندي التزامات, حاجة من اتنين, يا اما عندي المقدرة للوفاء بيها في ميعادها او قبل ميعادها. يعني انا عندي على سبيل المثال المفروض ديون وفوائد ديون حل أجلها خلال سنتين, خلال السنتين اللي جايين دول أنا قادر إن أنا أوفي بيهم من النهاردة. المعطيات الموجودة بتقول إن أنا أقدر أوفي معادي بالضبط كده. وبالتالي أنا خرجت عن دائرة المخاطر المتعلقة بالوفاء بالالتزامات الخارجية في الأجل القصير. عشان كده النظرة بقت إيجابية, وإنه مزيد من التدفقات متوقع إنه يدخل, مزيد من
الاستثمارات دي, دي, دي اللي بنسميها تداعيات بقى الاعلان عن هو التداعي بيجي عاده لما بنستخدم كلمه تداعيات بيكون في الجانب السيء ولكن الاثار الايجابيه ممكن 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 نقول الاثار الايجابيه او العدوى الايجابيه يعني انجاز التعبير انه متوقع جدا ان يكون في مزيد من الاستثمارات اللي بتعتمد بشكل كبير على هذه التصنيفات يعني كل الاستثمارات اللي بتعتمد على اللي بتعتمد على تحليل المخاطر هو دلوقتي في اشاره ان المخاطر انخفضت يعني اذا كان جالنا استثمارات وانت وضعك كان مستقر وما زلت بي ماينس دلوقتي انت بقيت ايجابي فاكيد في مستثمرين عينيهم على الوكالات دي دايما بكل تاكيد وكمان في نقطه مهمه جدا الائتمان او التمويل اللي هو بيكون مدفوع بفايده على مستوى العالم دايما بيبص على المخاطر بشكل اساسي الى جانب ان هو بيبص على اسعار الفايده في الدول ففي اصلا استثمار موجود في العالم هو وظيفته او مؤسسات ماليه وظيفتها ان هي تشوف الدول اللي عندها سعر فايده منخفض فتروح تستلف منه تشوف الدول اللي عندها سعر فايده مرتفع فتروح تستلفه وبتشتغل على هذا العامل فبالنسبه لها الريسك او ريسك فاليو او قيمه المخاطر هي دي بالنسبه لها المحدد الاساسي فلما دول بتنخفض فيها المخاطر بتكون مؤشر على تدفق راس مالي متوقع ان هو يدخل ولكن ده طبعا ليه ممكن يكون ليه تداعيات وعشان كده يمكن تصريح وزير الماليه بيقول ان احنا مش في حاجه للهوت ماني زي الاول متوقع ان احنا يجي لنا استثمارات ده كل اللي فعلا كنت اسال عليه هل احنا محتاجين هوت ماني في الوضع ده ولا محتاجين استثمارات الافضل لنا في الفتره الحاليه هو بكل تاكيد الاستثمار منخفض او منعدم التكلفه هو ده او التمويل منعدم التكلفه هو ده اللي الدول كلها بتطمح اليه اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر او الغير مباشر هما الاثنين هيجي يستثمر في اصل ما فيهوش اي اعباء او اي ثمن او اي تكلفه خالص على الاطلاق لحد بيجي يا اما بيستثمر في شركه قايمه بالفعل فبيزود راس مالها وبيضخ اموال جديده او بيجيب استثمارات جديده زي راس الحكمه ويبدا ان هو يطور في منطقه او ينشئ مصنع او غيره وبالتالي في الحالتين ما فيهمش تكلفه بينما الحاله الثالثه اللي هو الاستثمار او نقول عليه الهوت ماني بمسماه الطبيعي او الاموال الساخنه هو هنا بيجي يقرضك عند اسعار فايده مرتفعه او تكون موجوده محفزه بالنسبه له وفي اي وقت ممكن يطلع في اي وقت فممكن يعمل لك ازمه وعشان كده ده غالبا يعني ده اللي بيتم في الاسواق الناشئه مجموعه يصل لاكثر من 14 سوق في المنطقه كلها هو شغلته ان هو يجي يقرض في وقت الازمات وعلى حسب درجه المخاطر كمان لانه لما بيجي يقرض الحكومه ودرجه المخاطر بتاعتها عاليه بيقرض عند مستويات مرتفعه جدا من العائد اللي بياخدها ممكن أكيد. تصل ل 30% يعني فويد. لما فوائد ممكن العائد كمان عليها ممكن انا دلوقتي اقترضت منه اعتمدت عليه في مليون دولار مش هاخدهم مليون انا كحكومه انا هاخدهم 700,000 فالرقم بيكون منخفض جدا نتيجه للمخاطر العاليه المخاطر اللي عندي عاليه من الحاجات الايجابيه كمان بعض المؤشرات اللي احنا كنا مساهمين فيها قبل كده وعلى مستوى العالم مورجان جي بي مورجان ممكن متوقع جدا مع 2025 ان احنا نبدا ندخل تاني المؤشر ده ميزته انه هو بيديك تكلفه منخفضه جدا بيدي مؤشر للمستثمرين المقاييس اللي بيقيس عليها اللي بيقيس عليها اقل في المخاطر فممكن متوقع ان احنا ممكن نرجع تاني ندخل هذا المؤشر والوزن النسبي للمحفظه الاستثماريه فيه تقريبا 6% فده اعتقد مرضي يعني مش وحش يعني فده ممكن متوقع جدا مع 2025 الى جانب كده احنا انا في تقديري ان احنا مش محتاجين او مش في حاجه في الوقت في الاجل القصير والمتوسط ان احنا نلجا لادوات الدين اللي هي بتعتمد على الهوت ماني لان زي ما وضحنا ان هي فاتحين الدين للاستثمار دلوقتي يعني هو ده الافضل بكتير لاقل تكلفه الاعلى عائد العائد بالنسبه لي انا كدوله او اكثر استدامه بالظبط كده فاذا احنا امام اثار ايجابيه متوقعه الى جانب طبعا انه السياسات النقديه كمان الفتره الاخيره اللي احنا تعاملنا بيها وسياسه سعر صرف مرنه اعتقد برضو دي من ضمن المحفزات اعتقد ده برضو قالته في يعني في التقرير الاخير بتاع صندوق النقد اوضح بشكل قاطع انه استدامه عمر الدين والاصلاحات الماليه من جهه الى جانب مرونة سعر الصرف اللي هتدوم لفترة طويلة ده من جهة ثالثة هتدعي بشكل كبير أو هتؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي إيجابيا وقال بعض الملاحظات اللي المفروض الحكومة تشتغل عليها وأعتقد الحكومة بدأت أن هي تنفذها بالفعل وده هيبان أثرها في الموازنة الجديدة 2025 اللي هتبدأ من 7 الجاي إن شاء الله نوعية الاستثمارات اللي بتدخل أي دولة
بناء على تصنيفها الائتماني. تكون في اي مجال اكتر؟ يعني احنا استثمارات مصر دلوقتي فاتحه ابوابها دايما للاستثمارات في القطاع الصناعه. وبكل تاكيد يعني هي البوصله او الاتجاه العام لقدوم الاستثمارات هو بيكون الاولويه اللي عند الدوله. فعلى مستوى العالم لو جينا نبص على الاستثمار الاجنبي المباشر هنلاقي انه في تحركات رصادها تقرير الاونكتاد، ويمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده في اكتر من مره، انه الاونكتاد كان بيتكلم على 2024 2025 هو طالع في اكتوبر 23، انه في تحرك واضح في معالم الاستثمار الدولي على المستوى العالمي، وكان بيرصد تقريبا نص تريليون دولار، يعني اكتر من 500 مليار دولار هيتحركوا من دول العالم ومن العواصم الصناعيه الكبيره، ويبداوا ان هم يدوروا على اماكن جديده عشان يبداوا يبنوا مصانع مشتركه او تصنيع مشترك. وذكر ساعتها وقال انه متوقع جدا ان مصر وفقا للخريطه الاستثماريه بتاعتها تحصل على حجم لا باس به وحجم ضخم من الاستثمارات. فاحنا عايزين نقول انه في ضوء التحركات الواضحه من الحكومه المصريه خلال الفتره اللي فاتت وتهيئه مناخ الاستثمار والعمل على اصلاحه بشكل مستمر وصيانته بشكل يعني من القيادة السياسية، احنا لا في تركيز واهتمام شديد عندنا المجلس القومي للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية كل الجهات اللي هي بتشرف او بتدي ترخيص او بتمنح تراخيص لكافة الاستثمارات اعضاء في هذا المجلس. فاذا احنا امام تحرك واضح من قبل الحكومة ان هي تستقبل اي حجم ممكن من الاستثمار وفقا للاولويات اللي بتعلنها الدولة بشكل مستمر. عندنا ملف الصناعة هو بشكل أساسي هو ده المحرك، يعني أكيد لولا الصناعة مش هنقدر نتحرك حتى لو بنتكلم على صناعة وزراعة فلازم برضو تصنيع زراعي بكل تأكيد. وأنا أتوقع أنه خلال الفترة اللي جاية يكون في استثمارات مع الصين. مع تتوقع إيه أبرز الصناعات اللي ممكن يتم الاستثمار فيها الفترة اللي جاية في مصر؟ يعني أنا متوقع أنه الصناعات التحويلية بشكل عام هتشهد نشاط كويس، هيكون فيها نشاط معتمد على الشراكة ما بين القطاع الخاص المصري وشركاء أجانب، ممكن يكونوا من أوروبا بشكل كبير، ممكن يكونوا من جنوب شرق آسيا بشكل أكبر. متوقع أن يكون في انخراط أكبر في سلاسل الإمداد الكبيرة اللي موجودة في العالم. العالم كله بيعيد تشكيل مراكز التصنيع بتاعته مرة تانية. الدول اللي هي اللي فازت هي اللي ممكن تقول حطت نقاط تحرك على حضرتك كنت بتقول الصين في الصين الصين طبعا بتتحرك بشكل كبير، لأن الصين بتخشى أنه يقع عليها عقوبات من أمريكا بشكل واضح، خشية من يقع عليها عقوبات، فبتبدأ أنها تدخل حتى في تصنيع مع أمريكا نفسها أو بتدخل في عمليات تصنيع مشترك مع أوروبا كضامن ليها وفي نفس الوقت هي بتبدأ أنها تخرج عن نطاقها الإقليمي. يعني لو هي بتصنع أو بتعتمد على مراكز تصنيع عندها في الصين فهي بتبدأ تنقل مصانعها دي وتنقل خطوط إنتاجها خارج الصين، خشية أنها تقع عليها أي عقوبات، وفي نفس الوقت تضمن استدامة يكون في تدفق نقد أجنبي داخلها بشكل مستمر، وبتعمل حشد دولي حوالين الصناعة بتاعتها والاقتصاد بتاعها، فبيكون في مدافعين من غير ما هي تبذل بالزبط. مجهود. وده يمكن اللي اتأكده الصين من 20 سنة مش من دلوقتي، بدأت ان هي تنقل صناعتها بالخارج. مش معناه ان هي تنقل صناعة معناه انه حد هياخد النوها بتاعها، لا هي بالظبط معروفة الفكرة دي ان انت بتنقل صناعتك لبرا لأسباب معينة، لكن بيفضل المنتج باسمك وبيفضل بيدي مكسب برضو للطرف الثاني. يعني لما نيجي نقول ان هو دخل مصر مش معناه ان هو بس لوحده اللي بيكسب، لا معناه ان احنا برضو بنكسب، هو المنتج بيكون فيه جزء بيعتمد على تكنولوجيا معينة، بيعتمد على مواد خام من عندنا، بيعتمد على عمالة من عندنا، مع الوقت بينقل لنا النو هاو او التكنولوجيا وبالتالي دي، وبالتالي بيوسع دائرة اولوياتك ومقومات. انا قصدي ان الاستثمار لازم يدور في اطار اولويات الدولة اللي انت هتستثمر بكل فيها بكل تأكيد، يعني ومقوماتها كمان وبكل الامكانات اللي عندها. يعني لما هيجي يستثمر عندنا اكيد هيعتمد بشكل كبير على انه بيتمر من عندنا تجارة عالمية، فعايز يزود القيمة المضافة لكل المنتج اللي ممكن يكون موجود، مش بس انا بجيب المنتجات بعيد تجميعها وبعد كده اصدرها، لا ده انا المفروض اعتمد بشكل اساسي على الخام اللي عندي وابدا اضيف عليه عمليه تصنيعيه واحده او اثنين او ثلاثه، او يصل بنسبه مكون محلي نسبه كبيره تتخطى 70%. واعتقد ده اللي الدوله عاكفه عليه ان هي تزود القيمه المضافه لاي تصدير ممكن يكون موجود، بيعتمد على نسبه مكون محلي في اضيق الحدود عشان يقدر نكسب منه بشكل جيد. وده احنا شفناه في اكثر من مشهد من اكثر من صناعه موجوده السيد الرئيس افتتحها مؤخرا خلال السنتين اللي فاتوا، ما كانتش موجوده ولا كنا نسمع عنها حاجه خالص.
فاذا احنا امام تحرك. وكمان يمكن زي ما حضرتك اشرت كده اللي انا فهمته يعني ان اي استثمار جديد انت بيضيف لك خبرات في مجال استثمار معين فبالتالي بتفتح لك اسواق تانية. بكل تاكيد هو بيكون في نوع من التراكم الخبرات. يعني بيكون في نوع من التراكم الخبرات بتتنقل للجانب المستضيف لهذه الاستثمارات. بيبدا ان هو ينمي او يطور او يكون عنده ميزه تنافسيه فيها عبر الزمن، بيبدا ان هو يفتح اسواق جديده وينخرط فيها، وبعد كده ممكن يبقى ينقل بعض الصناعات فيها. من معروف طبعا انه السوق الخصب جدا هو افريقيا بنتكلم على اكثر من 1,200,000,000 مستهلك. بنتكلم على تقريبا ارض خصبه جدا، اكثر من 600,000,000 يعني للجديد، اكثر من 600,000,000 موجودين في افريقيا ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش اعتماد على التكنولوجيا الجديدة. فده بالنسبة للصناعة المصرية يعتبر توسع وامتداد. الصناعة المصرية يعني كنا اتكلمنا على الاستثمار الأجنبي، فاحنا هنتكلم على الصناعة المصرية. شايف مستقبل الصناعة في مصر؟ الصناعة المحلية بدأنا نشوف التوجه بالفعل، شفنا في احتفالات عيد العمال مصنع هاير، وده عن قولا واحدا ده فخر للصناعة المصرية إن شاء الله. وعندنا كمان البيراميدز من اسبوع او اسبوعين اتكلمنا عن اطارات، وده نقطه مهمه جدا. والحاجه الثالثه البرمجه، وشفنا اهتمام الدوله والقياده السياسيه بمساله الصناعات الذكيه. شايف مستقبلنا فين بقى فيما يتعلق بهذه الصناعات وتاثيرها على كل المجالات؟ اذا كنا بنتكلم على التعليم والتعليم الفني وبنتكلم على التعليم المهني بقى، هو احنا محتاجين مزيد من الجهد ومزيد من الصبر والمعاناة. يعني لازم هنعاني فترة، لازم هنبذل مزيد من الجهد أكتر من كده. لو احنا كنا بنتكلم على ان احنا خطينا خطوة او خطوتين في قطاع او اتنين من قطاعات التصنيعية، فاحنا محتاجين أكتر من كده بكتير. الصناعة المصرية واعدة جدا، سوق متسع للغاية. اللي حصل خلال عقود من خلينا نقول إنجاز عدم الاهتمام الكافي بالصناعة، هو ده اللي ودانا للنقطة اللي احنا موجودين فيها. السوق بيكون مغرق بالسلع الرديئة، بالسلع المستوردة، عشان نقدر حضرتك نتحرك من ان احنا نقول نسب تصنيع كبيرة أو عالية في المنتج المحلي، محتاجين تضافر المزيد من الجهود. تبدأ من الأسرة، من البيت نفسه، انه مش مهم ان هو يتخرج من الجامعه، المهم ان هو القديم يتخرج ويكون بيشتغل وبيشتغل بيكسب كويس. مش مهم ان هو يكون خريج ايه، يعني احنا سوق العمل عاوز ايه بالظبط. يمكن الرئيس قاله يعني احنا بنشوف مستويات من الخريجين من الجامعات المختلفه. لو جينا قارناهم بمستوى تعليم متوسط على سبيل او مهني، خلينا نقول مهني بلاش نقول متوسط وعالي وكده، لو بصينا على مستوى تعليم مهني في اوروبا هنلاقي مستوى التعليم المهني في اوروبا مرتفع جدا. يعني الفن هناك يمكن ممكن يكون عنده مهارات وعنده قدرات من زمان، يعني المانيا متقدمه جدا عن نظيره في نفس التخصص ويكون مهندس. ده نظرا لايه؟ نظرا لا هو عندي بيخرج تصنيف مختلف عن هنا خالص غير عندنا. فاذا البدايه بتكون ان انا ابني واثقف الناس على انه العمل ده شيء هام جدا، هو ده الحياه نفسها. وابدا بعد كده اعمل نوع من التطوير، وده بيحصل اعتقد في عندنا 7 جامعات تكنولوجيه تم بدا ده. احنا لسه كان في تصريح لوزير التعليم العالي امبارح ان هو يعني وصلنا حوالي 94 كليه ومعهد بالظبط في مجال الحوسبه. فده محتاج اجيال جديده تكون عندها القابليه ان هي تطور من مهاراتها وادواتها في ضوء احتياجات سوق العمل. الناحية التانية محتاجين مزيد من رجال الأعمال. احنا موجودين رجال أعمال عندهم مدارس صناعية وعندهم كيانات علمية بتاخد من المؤسسات التعليمية دي وبتعمل نوع من البرامج أو التوأمة ما بين اللي بيحتاجوا الصناعة أو بتحتاجوا الصناعة وما بين مخرجات التعلم والتعليم اللي ممكن تكون بتطلع من هذه المؤسسات لخدمة السوق. محتاجين مزيد من هذه المؤسسات، يعني محتاجين كل مصنع يبقى موجود بره، موجود في, 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 في كل مصنع في قطاع اسمه قطاع البحوث، هو شغال على انه يحل المشكلات او الاشكاليات اللي بتتم في صناعه معينه في كل مصنع في كل قطاع. فده بينقل جزء من الفلوس اللي بيصرفها على هذا القطاع، بينقلها لاقرب جامعه او اقرب كليه بتخدم على القسم بتاعه، وبالتالي بيبدا انه يقول له انا عندي المشكله دي وحلها
انا هكافئه بالرقم ده. فبتبدا الكليه تطرح المشروعات دي او المعهد او المدرسه تطرح المشروعات البحثيه دي تترجمها لمشروعات تخرج للباحثين اللي احنا بنسمع عنه الفتره في موضوع تاني خالص، استثمار الجامعات في دول معينه. بالظبط، فده كان غريب على الناس وقال لك الجامعه بتستثمر ايه علاقه الجامعه بالاستثمار، فزي ما لا طبعا دي نقطه مهمه. طيب مهم جدا. اذا كنا بنتكلم بقى على موضوع المؤهلات او المقومات، التوزيع الجغرافي بالنسبه لمساله الصناعه، اذا كنا بنتكلم في الشارع محور قناه السويس، احنا عندنا في توجه دلوقتي للساحل الشمالي قريب من اوروبا، هل عندنا المقومات هناك لان تبقى منطقه صناعيه في الساحل الشمالي وفي شمال مصر؟ وهل في المواني، شايف المستقبل هناك في المساله دي ازاي؟ يعني هم ضامنتين اذا تحققوا او متطلبتين، لو اتحققوا نضمن ان احنا نستمر. الحاجة الأولى وأعتقد دي تمت بالفعل، ويعني الدولة خاطئة البنية يعني التحتية والمواصلات، ما دام أنا ضمنت أن أنا أتصل مكانيا وزمنيا بأي مكان في الجمهورية، ضمنت أن أنا لو عندي مصنع في موجود في المنطقة الفلانية ياخد مكوناته منين، العمال هيجوله منين، وده محور مهم، وده محور مهم ومش سهل يعني. العامل الثاني النوها واللي هيجي، لازم أضمن أن أنا يبقى عندي مشتغلش لوحدي، اضمن ان انا عندي شركاء دوليين على استعداد ان هم يجوا ادوهم مساحه كويسه، مش مساحه يعني ارض بس، لا ادوهم براحه تعاون ان هم يشتغلوا مع القطاع الخاص، اضمن كده ان انا عندي الصناعه اللي بتيجي مش هتموت بعد 10 سنين او هتجيني متاخره التكنولوجيا اللي موجوده، لا ده انا اضمن ان هو بيبدا النهارده فهو بيصنع ل 100 سنه قدام. ابدا احنا بالفعل بدانا اضمن انه يكون في تحرك، وده اعتقد انه احنا بدانا فيه، بشكل كبير مع راس الحكمة، اعتقد كانت نموذج للي حضرتك بتحكي فيه. اعتقد ان هو مش بس تطوير عمراني، لا ده هو تطوير بشكل كامل. شفنا يمكن مؤخرا اعلان عدد كبير من الشركات الدوليه العملاقه، بدءا من التعمير لحد ما بنوصل لمراكز البيانات واللوجستيات الى اخره من المناطق اللوجستيه اللي ممكن يحتاجوها للتجاره الدوليه اللي بتعدي من المنطقه. فمؤكد ان احنا خدنا خطوات جيده، ومزيد من الخطوات اعتقد انها تكون خلال الفتره اللي جايه. ملف الصناعه وكل تاكيد هو ده الكور او هو ده القلب النابض لاي اقتصاد ممكن يتحرك خلال الفتره الجايه. شايف تحركات الدوله في هذا الاطار في اطار الصناعه، يعني احنا اعتقد في كل المجالات في اذرع شغاله في مساله الصناعه، عندنا مثلا للطاقه اتكلمنا على الطاقه يعني مثلا الطاقه يمكن مازال نظيفه يعني جهد كبير كان اعلى انفاق على المشروعات في الطاقه كان في 2019 بدا يخش الانتاج، او من 2021 لحد النهارده احنا في محطات كتير دخلت. ملف الطاقه طبعا من الملفات الحيويه جدا، واعتقد القطاع الخاص له دور كبير فيها خلال الفتره اللي فاتت، وخلال الفتره اللي جايه اتوقع ان يكون في شركاء دوليين يدخلوا كمان ملف صناعه الطاقه بشكل كبير في مناطق كبيره جدا في الجمهوريه. ولو دخلنا النهارده دلوقتي لو دخلنا على الخريطه الاستثماريه لمصر هنلاقي انه في عدد من المناطق اللي مؤهله ان هي تستقبل حجم من الاستثمارات في قطاع الطاقه. ما هو ده بشكل كبير هيعتمد على مكونات محليه بنسبه اكبر، يعني بنتكلم على لو خلايا شمسيه، خلايا الطاقه الشمسيه، فاعتقد انه في بدا بالفعل بعض المستثمرين الدوليين ان هم يبداوا يدخلوا ويصنعوا ويعتمدوا على الرمال السوداء ويعتمدوا على مكون محلي. ممكن نكون في البدايه القصد ان هو بالظبط ممكن ان هو يوصل ل 70% خلال سنتين او ثلاثه ما شاء الله. فاذا احنا امام تحرك واضح يعني من قبل هو حتى الملف. كان معانا مداخله الليله مع المهندس عمرو الخطاب متحدث باسم وزاره الاسكان، واتكلم في مساله وده بس يعني ربطا بالكلام اللي حضرتك بتقوله، المستثمرين اقبال المستثمرين على طلب تخصيص اراضي في مناطق معينه لاقامه مشروعات صناعيه متوقع جدا. ده بس تاكيدا على كلام حضرتك ان هو القطاع الخاص ضروري ان هو يكون موجود هو في الصورة. هو ده المحرك الاساسي. ممكن الدوله يكون لها خطوات في الاول عشان معامل المخاطر بيكون اعلى، معامل التحمل والصمود المالي بيكون اعلى، انما بعد فتره معينه لابد ان القطاع الخاص ياخد دوره مره ثانيه. واعتقد ده اللي العجله بتدور بقى خلاص. اعتقد ده الحكومه بتعمل عليه ان هي بتدي براح كبير للقطاع الخاص ان هو يبدا يشتغل ويستعيد مكانته مره ثانيه، مش بس في القطاع التصنيع بس، ولكن في عدد من القطاعات اللي ممكن تخدم على القطاعات التصنيعيه
عشان نقدر نقول ان احنا عندنا فعلا صناعة كبيرة. ان شاء الله نأمل وان شاء الله واللقاء الجاي مع حضرتك نكون التصنيف بقى طلعنا من بي بلس لبي ان شاء الله باذن الله. باذن الله يعني نأمل ان احنا تخطينا من بي ماينس الى بي وبعد كده بي ماينس اسف ان شاء الله. دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا النهارده نورتنا وسلطنا الضوء على يعني بارقه امل فيما يتعلق بالاستثمار الصناعي الاستثمار في مصر في كل المجالات صناعه وزراعه وحوسبه وكل المجالات. التصنيف الائتماني يكونوا انه يترفع من المستقر الايجابي ده بيدي يعني خبر ايجابي في حد ذاته. انا بشكرك جدا مره ثانيه دكتور فرج. تحياتي لحضرتك كل عام وحضرتك بخير. بشكر حضراتكم مشاهدينا وكل سنه وحضراتكم بالف خير. بكره شم النسيم نحتفل ونفرح وناكل ونعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. وحلقتنا الليله خلصت. هسيب حضراتكم مع صديقي الكابتن كريم رمزي ورقم 10 وتصبحوا على الف خير.